السلام عليكم يا شباب، هنكمل باقي المحاضرة الثالثة في الباثولوجي. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أمراض الفالفا والفاجينا، الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن أمراض السيرفكس. تمام، هنبدأ بأول حاجة اللي هي السيرفوسايتس. السيرفوسايتس دوت عبارة عن انفلاميشن في السيرفكس، في منه نوعين أكيوت وكرونيك. تمام كده، الأكيوت متقسم لنوعين، في نون سبيسيفيك وفي سبيسيفيك. النون سبيسيفيك دوت بيحصل بعد الولادة، ويبقى سببه الاستافيلوكوكاي والاستريبتوكوكاي، بينما النوع السبيسيفيك ده بيحصل نتيجة السيكشوال انتر كورس، ودوت مثلا ممكن يكون سببه الكولوستريديا أو الهيربس فيروس أو الجونوريا أو ممكن الهيومن بابلوما فيروس، أي حاجة من الحاجات دي. كوست في أورجانيزم هي نفس اللي احنا قلناه. بالنسبة بقى لأسبابه، في أسباب عامة يعني لأي يعني انفلاميشن، زي مثلا الاميون ديفيشنسي ضعف المناعة، دايابيتس السكر، وفي بقى الباد هاجين قلة النظافة، وفي حاجة اسمها الانتريوتراين كونتراسيبتيف ديفايس اللي هو اللولب، ودوت وسيلة لمنع الحمل. تمام، ليه بقى؟ لأن هو الجسم بيعتبره فورين بودي، وبتبدأ البكتيريا كمان بتعتبره نيدس، بتبدأ إنها تتجمع عليه. تمام كده، بالنسبة لضعف المناعة، لأن السكر برضو بيضعف في المناعة، لأن الخلايا المناعية ما بتبدأش إنها تهاجم البكتيريا، والبكتيريا بتتكاثر وتبدأ تنتشر وكده. وقلة النظافة برضو نفس الكلام، ممكن بقى يحصل سبريد للإنفكشن، ممكن مثلا الإنفكشن تكون جاية أسيندنج، جاية من تحت من الفالفا وتعدي على الفاجينا زي ما كنا قايلين قبل كده. تمام كده، طيب بالنسبة بقى إيه اللي أنا هلاقيه؟ الاول انا عايز اقول الجزء دوت الدكتور عدته بسرعه خالص، اللي هو بتاع السيرفوسايتس، ومش مهم. في الاكيوت سيرفوسايتس انا هشوف ايه؟ زي اي اكيوت انفلاميشن هلاقي ان السيرفكس هيبقى ريد، هيبقى سولن، هيبقى ايدومتس. تمام كده، وهيبقى نزل منه بص كمان. طيب بالنسبه للميكروسكوب بكتشر، برضو عادي هلاقي ايه؟ هلاقي عندي اديمه، هلاقي عندي نيوتروفيل، هلاقي عندي البلاد فيزل بتبقى دايليتد وكونجستد، هلاقي هايبر بليزيا، هلاقي ريجينيتريشن اللي هي نفس الخصائص بتاعه الاكوت انفلاميشن اللي كلنا عارفينها. طيب بالنسبه للكرونيك سيرفوسايتس، مهم ان احنا نعرف ان هو بيبقى اشهر ونسبته اكبر من الاكوت سيرفوسايتس. تمام كده، بلاقي في حاجتين في الجروس بكتشر، بلاقي هايبريميا، يعني الدم بيبقى واصل المنطقه دي كتير شويه، وبيبقى لونه احمر، وبلاقي حاجه اسمها ايبيثيليال ايروجين. يعني ايه؟ يعني الايبيثيليوم بتاعي ممكن يقع. تمام، بعد كده شكله تحت الميكروسكوب، اهم حاجه بتميزه ان الاستروما بتاعتي بلاقي فيها كرونيك انفلاماتوري سيل اللي هم الليمفوسايت والبلازما سيل. الكلام كله قديم واحنا واخدينه قبل كده. نيجي بقى للكلام المهم، في حاجات ممكن نلاقيها تانية في الكرونيك سيرفوسايتس. تمام كده، احنا عندنا الاول عايزين نعرف ان السيرفكس دوت متقسم لجزئين، في جزء اللي هو اللي تحت اللي هو ناحيه الفاجينا، ده بنسميه الاكتو سيرفكس، ودوت اللايننج بتاعه استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم، وده بيتكون من طبقات كتير وبيبقى قوي. تمام، ومفهوش جلاندات. النوع بقى النوع الجزء التاني اللي هو الاندو سيرفكس، ده بيبقى موجود فوق ناحية اليوترس، بيبقى متغطي بكولامينر ابيثيليوم. تمام، وده بيبقى فيه جلاندات. تمام كده، عندنا اول حاجة النابسيوم فوليكلز. ايه اللي بيحصل في النابسيوم؟ ليه نابسيوم فوليكلز؟ انا عندي الجلاندز اللي بتبقى موجودة في الاندو سيرفكس، الانفكشن بيوصل لها، البكتيريا بتوصل لها، ايه اللي بيحصل؟ بتقفل الدكت زي ما احنا عارفين، بيبدا ان الافرازات والميوكس تبدا ان هي تتجمع جوه الجلاند، الجلاند بتوسع وبتعمل سيست. تمام كده، طيب بالنسبه بقى لمين؟ بالنسبه عندنا لل تمام كده، طيب بالنسبه بقى لشكله، هو قصدي تاني حاجه اللي هي السيرفايكال، تاني حاجه اللي هي السيرفايكال ايروجين. كلمه ايروجين معناها ان الابيثيليوم بيقع. تمام، طيب بتحصل فين اكتر؟ هي بتحصل اكتر في الاكتو سيرفكس. ايه اللي بيحصل بقى؟ هي بتظهر الاول على هيئه ريد باتش في الاكسترنال اوس اللي هو الاكتو سيرفكس. يعني بيحصل ايه؟ اول حاجه بيحصل نيكروزس، وبعد كده شيدنج في الابيثيليال سيلز. يعني اول حاجه الخلايا بتاعه الابسيليم بتموت، وبعد كده بتقع. وبعد كده بقى يعني دلوقتي الابسيليم اللي هو الاستراتيفايد سكومس ابسيليم اللي كان موجود في الاكتو سيرفكس وقع، فكل ما الابسيليم اللي موجود في الاندو سيرفكس يبدا ان هو ايه؟ يزحف كده
وينزل لتحت بحيث ان هو يحاول ان هو يغطي المنطقه دي، لانها ما ينفعش تفضل عريان. تمام. طيب عندنا حاجه اسمها الالكتروبيان. الالكتروبيان ده بيحصل عندي فيبروزس بسبب الحاجات اللي بتحصل دي، بتهيل باي فيبروزس. الليكتو سيرفكس بتاعي بيوسع. تمام. الليكتو سيرفكس لما بيوسع بيبدأ ان هو يكشف الاندو سيرفكس اللي موجود وراه. المشكله دي بتعمل لي حاجه خطيره، بتعمل لي حاجه اسمها ابورشن، بتعمل لي اجهاض. كل ما يحصل حمل يحصل اجهاض. ليه؟ لان انا عندي السيرفكس بتاعي بالطريقه دي وسع. تمام. ليه وسع؟ بسبب الفيبروزس. الفيبروزس عمل ايه؟ الفيبروزس وسع الاكتو سيرفكس. تمام. وفي نفس الوقت الاندو سيرفكس بقى اكسبوزد، يعني ايه؟ نقدر نشوفه، المفروض ان هو بيتشافش اصلا. طيب في حاجه كمان اللي هي السكوموس ميتابليزي. كولامدر ايبيثيليوم اللي موجود في الاندو سيرفكس ممكن يتحول الاستراتيفايد سكوماس ايبيثيليوم. تمام. يحصل له ميتابليزيا. الموضوع دوت ممكن يقلب بكانسر. ماشي. بعد كده ده اللي هو ده السيرفيكال ايروجن اهو. السيرفيكال ايروجن ده شكله تحت الميكروسكوب. ده شكله قصدي جروسلي. بيبقى زي ما احنا شايفين، في عباره عن ريد باتش، حته حمراء، بسبب ان الابيثيليوم وقع. ده برضو اللي هو السيرفيكال اكتروبيان. ودي النابوسنسيس تحت الميكروسكوب. تمام. بعد كده عندنا مين؟ هنتكلم بقى عن اول حاجه اللي هي الاندو سيرف. هنتكلم عن الاندو سيرفيكال. هنتكلم عن الاندو سيرفيكال بوليب. تمام. دي اخر حاجه يعني في الكورونيك سيرفاسايتس. البوليب ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن زي شجره كده او صوابع او زوائد بتبقى خارجه من السيرفكس. تمام كده. هي المفروض ان هي بتبقى خارجه من الاندو سيرفكس، وممكن بنسبه قليله تطلع من الاكتو سيرفكس. طيب شكلها جروسلي بتبقى عامل ازاي؟ ممكن تكون لها رقبه او ملهاش، سيسل او بيدنكيوليتد. تمام. بتبقى طبعا لها اسموس اوتر سيرفيس. وبيبقى في عندي ايه؟ بيبقى عندي دايليتد. طيب بما انها في الاندو سيرفكس في جلاندات، فبيبقى انا عندي دايليتد سبيسز. السبيسز دي بتبقى فيها ميوسين. تمام. يعني عندي سبيسز مدوره وبيبقى في قلبها ميوسين. بالنسبه للميكروسكوبك بقى، اللي انا هشوفه ان الاستروما بتاعتي نفس الكلام، بيبقى فيها سبيسز. السبيسز دي بيبقى فيها ميوسين، ودي عباره عن جلاندات. تمام كده. ممكن الاقي اشوف سكوماس ميتابليزيا وممكن ما اشوفش. طيب تعالى بقى نشوف الكانسر اللي ممكن يحصل في السيرفكس. تمام كده. الاول احنا عايزين نعرف ان السيرفكس متغطي بايه؟ متغطي لتحت، احنا قلنا اللي هو الاكتو سيرفكس ستراتيفايد سكوماس ايبيثيلي، فوق كولامنر ايبيثيلي. الحاجات البناين اللي هي السكوماس سيلبا باللوما، وعندي اللايوميوما لان في سموس ماسل. في بقى حاجات بري مالجنت. تمام. زي مثلا الكرونيك سيرفوسايتس. كرونيك سيرفوسايتس بنسبه كبيره بيقلب بمالجنسي. اي حاجه كرونيك عموما، اي كرونيك انفلاميشن بيزود نسبه حدوث المالجنسي. وزي ما احنا عارفين بقى اللي هو كارسينوما ان سايتو، زي ما حصلت في الفالف وحصلت في الفاجينا، وبتحصل كمان في حصلت في التستس. كنا الانترا تيوبلر جيرمس نيوبليزيا والفالفر انترا ابيسيليا نيوبليزيا. الحاجات دي هنا برضو موجوده، اللي هي السي اي ان. تمام. هي اسطمبه بتتكرر في كله. طيب بالنسبه للمالجنت، انا عندي ايه؟ عندي ستراتيفايد سكوماس ابيثيليوم، يبقى ممكن يطلع فيه سكوماس سيل كارسينوم. عندي جلاندات ممكن يطلع فيها ادينو كارسينوم. عندي كمان سكليتال ماسل، قصدي سموث ماسل، ممكن يطلع فيها لايوميوساركوما. عندي سكليتال ماسل ممكن يطلع فيها امبريونال رابدوميوساركوما. تمام. بالنسبه هنبدا بقى في الاول في البري مالجنت تشينجز. تمام. البري مالجنت تشينجز اللي هي ايه؟ اللي هي السي اي ان، اللي هي السيرفايكال انترا ابيثيليان نيوبليزيا. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الخلايا اللي موجوده في قلب الابيثيليوم بيبدا يحصل فيها تغيرات. التغيرات دي ممكن تقلب بعد كده بكانسر. تمام كده. بيحصل فيها شويه اتيبيا، ودي بتزود نسبه حدوث السكوماس سيل كارسينوم. يعني ايه؟ يعني هي مش كانسر بس هتقلب بعد كده بكانسر. طب هي بتقلب على طول؟ لا، ده ممكن تاخد مثلا 10 سنين عشان تقلب. وعايزين نقول حاجه، السرطان اللي هو في السيرفكس ده
يعني هم مهتمين بيه لان هو في ال في منتشر، يعني منتشر في الدول المنتشر في الدول الاوروبيه، بس هو مش موجود عندنا لان هو بيبقى مرتبط اكتر بالعلاقات غير الشرعيه وكده. فهم ادوا له اهتمام كبير في الدول الاوروبيه. هو البروجنوز بتاعه كويس وبيتعالج، وهو تقريبا السرطان الوحيد اللي سهل ان انا اشوفه واقدر اشخصه في المراحل الاولى بتاعته واقدر اعالجه، تمام كده. لان معظم السرطانات اصلا يعني ايه بكتشفها في وقت متاخر، بتكون عملت انفيجن وبتكون عملت ميتاستيز وبتكون بهدلت الدنيا، انما ده يعني البروجنوز بتاعه كويس وبنسبه كبيره قوي بيتعالجوا منه. يعني برضو نفس الاسطمبة اللي كانت موجوده في الفالف في الكلاسيفيكيشن هنا موجوده برضو. في عندي سي واي ان 1 تمام. ديت لو حصل عندي ديسبليزيا بس في اللور سيرد بتاع الابيسيليم، احنا قلنا هنقسم الابيسيليم لثلاث اجزاء. اخر التولت الاخير لو اللي حصل لو هو اللي حصل فيه ديسبليزيا بسميه سي اي ان 1، وده بيبقى له جريد. طيب عندنا سي اي ان 2 دوت لو حصل في اخر تولتين من الابيسيليم ديسبليزيا، وده بيبقى هاي جريد. طب عندي السي اي ان 3، لا ده خد الابيسيليم كله الهول سيكنس اوف الابيسيليم، وده بيبقى ايه بيبقى هاي جريد برضه. تمام. بالنسبه برضو للي هو السي اي ان 1 اللي هو بيبقى اللو جريد ده، دوت هو اللي بيبقى واضح فيه الكوليوسايتوتيك تشينجز. تمام. اللي احنا قلناها مره ان اللي بيحصل نقول نعد تاني، بيبقى عندي حوالين النواه في فراغ ابيض بنسميه البيري نيوكلر هالو، بيبقى عندي نواه شكلها شبه الزبيبه بنسميها الريزونويد نيوكلس. تمام. وممكن كمان الاقي النواه بتبقى اتنين نواه او ثلاثه او اربعه او كده بنسميها الباي نيوكليشن او المالتي نيوكليشن. دي الكوليوسايتوتيك تشينجز بنلاقيها في السي ان 1. بالنسبة بقى للسي اي ان 2 سي اي ان 3 شبه بعض شوية، بلاقي عندي الخلايا بتاعتي مختلفة في الشكل والحجم. تمام. وبلاقي ميتوزس كتير، وكمان الكروماتين بتاعي بيبقى مش متجانس. برضو سي اي ان 3 زيه بس بياخد ايه بياخد السيكنس بتاع الابيسيليم كله. وبلاقي ما فيش ديفرنشيشن خالص، يعني ايه يعني الخلايا اللي بتبقى موجودة بقى بتبقى مش شبه الابيسيليم الاصلي نهائي. الخلايا شكلها وحش وفيها بوليمورفيزم كتير، فيها خصائص المالجنسي بقى ايه بدأت توضح وخلاص هتعمل انفيجن وهتخترق البيزمنت ممبرين عشان تبقى فرانك مالجنسي. طيب هنا بقى هنتكلم عن البروجنوزس بتاع الانترا ابيسيليا نيوبليزيا. تمام. لو مثلا واحده عندها سي اي ان 1 ماشي اللي هو لو جريد اس اي ال بنسبة 60% لوحده هيخف، يعني هي الست مثلا اللي هي الست اللي هي بتمارس علاقات غير شرعية دي، بمجرد ما الدكتور بيقول لها مثلا هي خلاص بطلت بتبدأ ان هي ايه الموضوع بيخف لوحده. وبنسبة 30% يفضل زي ما هو، يفضل لمدة قد ايه 10 سنين، 10 سنين ما بيعملهاش أي مشاكل. تمام. وبنسبة 10% ممكن يقلب بإيه يقلب بقى بهاي جريد. هاي جريد برضو ما بيعملش مشاكل. الهاي جريد بنسبة 30% 30% يخف لوحده، يعني نسبة الشفاء عالية قوي أصلا من غير أي حاجة. وبنسبة 30% يفضل زي ما هو، بنسبة 10% يتحول بقى إيه لكارسينوما في خلال 10 سنين جتين. يعني هتلاقي مثلا الست بدأ عندها ال سي اي ان 1 دوت وهي عندها 25 سنة، ممكن على بال ما يبدأ يقلب بكانسر أو يتحول لكانسر يكون عندها 45 سنة ولا حاجة. طيب هنتكلم احنا دلوقتي خلصنا ال سي اي ان ماشي اللي هو اللي هو السرفايكر انتر ابيسيليال نيوبليزيا اللي هو كارسينوما ان سايتو. نبدا بقى نتكلم في الكانسر الصريح. عايزين نعرف اول حاجه الريسك فاكتورز بتاعته. تمام كده. اول حاجه ان الست يبقى عندها سن صغير وهي بتمارس اول علاقه في حياتها. تمام كده. يعني مثلا عندها 14 سنه مش عارف ايه الكلام ده، مش عندنا ده في الدول الاوروبيه يعني. والمالتيبل سيكشوال بارتنرز ماشي، وبرضو المالتي بار يعني ايه يعني الست اللي بتخلف كتير، تخلف كتير اللي هو مثلا 9 تخلف 10 عيال كده. وعندي برضو السموكنج، قلنا السموكنج ده بيعمل كرونيك اريتيشن في الابسيليا، وضعف المناعه برضو نفس الكلام، الكلاميد بتعمل الكلام ده، والهيومن بابلوما فيروس بيتنقل برضو عن طريق السكشوال انتر كورس. تمام كده. طيب هنتكلم بقى عن الباثوجينيسيس بتاعت الهيومن بابلوما فيروس. ازاي الهيومن بابلوما فيروس بيقدر ان هو يعمل كانسر في السيرفكس؟
هو الكلام اللي الدكتور ركزت عليه يعني ان احنا عندنا الهيومن بابلوما فيروس اللي بيعمل كانسر سيرفيكس، دول اللي هم الهاي سترينز اللي هي 16 و18، بينما اللي اللو سترينز اللي هي بتبقى 6 و11 تمام، ديت مش بتعمل كانسر سيرفيكس يعني. بالنسبه للي اسمه ده الهيومن بابلوما فيروس، هو بيعمل ايه؟ هو الاول بيبقى موجود حوالين السيتوبلازم ده في مرحله السي اي ان 1، وبيبدا يعمل اللي هو البير نيوكلير هالو. بعدها بفتره بقى بعد 10 سنين يعني، لما بيقلب بسي اي ان 2 سي اي ان 3، يبدا ان هو يبدا يعمل ايه، بيدخل الدي ان ايه بتاعه جوه الدي ان ايه بتاع النيوكليس تمام. الدي ان ايه هيحصل له ترانسكريبشن وترانسليشن، ويبدا يديني مين بقى، هيبدا يديني نوعين من البروتين اسمهم اي 3 اي 6 واي 7. البروتينات دي بتعمل ايه؟ بتعمل ان اكتيفيشن لجينين عندنا، جين اسمه الريتينوبلاستوما والجين اسمه البي 53. الجينات دي اصلا مسؤوله ان هي تحميني من السرطانات تمام، دي تيومر سبريسور جين. فلما هو يحصل لها ان اكتيفيشن هتزود الريسك بتاع الكانسر تمام كده. طيب بيقول لي بقى ان احنا عندنا اللي بيزود فرصه حدوث الكانسر ده في عوامل كتير، عوامل مرتبطه بالهرمونات بتاعت الست، المناعه بتاعتها، لو المناعه بتاعتها كويسه بنسبه كبيره هتخف تمام. وايه كمان، وعندي اللي هو العوامل اللي احنا قلنا عليها ان هي السجاير والاميونو ديفيشنسي والمالتي بار والحاجات دي، كل العوامل دي لما بتتجمع مع بعضها او يحصل كو انفكشن بكتيريا كتير تيجي ومش عارف ايه، ده بيعمل بيزود نسبه حدوث الكانسر تمام. انما لو عامل واحد بياخد وقت كبير قوي، اللي هو يعني لو الهيومن بابلوما فيروس لوحده هياخد وقت كبير قوي عشان يقلب بكانسر تمام كده. طيب عايزين بقى نعرف ايه، عايزين نعرف السيرفايكال كارسينوما دوت نوعه ايه. هو اشهر نوع اللي هو السكوما سيل كارسينوما، ودوت نسبته 80%. النوع اللي بعده اسمه الادينو كارسينوما، ده نسبته 15%. بنسبة ايه، بنسبة 5%، بنسبة 5%. في بقى نوعين، نوع اسمه الادينو سكوماس كارسينوما، ده بيبقى خليط بين الاتنين يعني، وفي نوع اسمه النيورو اندوكراين كارسينوما تمام كده، ده بيبقى شبه السينج ترينج كارسينوما بتاع اللانج. الاورام دي بتبقى رير يعني، وقلنا ان السن بتاعها ايه، هو كاتب هنا اهو، بتحصل عند سن 45 سنه كده. ليه بقى؟ لان بياخد من 10 ل 15 سنه عشان السي او ان يقلب بايه، يقلب بكانسر، لكن هو اصلا الفيروس عندها من وهي في سن صغير تمام كده. عايزين بقى نعرف حاجه، ان احنا عندها السكوما سيل كارسينوما والادينو كارسينوما بنسبه كبيره لها جود بروجنوزس تمام، بينما اللي هو ايه، الادينو سكوماس كارسينوما والنيورو اندوكراين دوت بيبقى البروجنوز بتاعهم وحش شويه مقارنه ببعض يعني. طيب بالنسبه بقى لشكله، جروسلي بيبقى عامل ازاي، هو بيبقى واخد شكل فونجيتيف ماس او انفلتريتيف تمام كده. وبيعمل بيخلي السيرفكس ياخد شكل بارل شيب، يعني ايه؟ يعني السيرفكس يبقى شبه البرميل. تمام. عندنا بقى هنتكلم شويه عن الميكروسكوب بيكتشرز بتاعتهم. اول حاجه عندنا اللي هي السكوما سيل كارسينوما، هي شكلها بيبقى تقريبا ثابت في كل حاجه يعني، في الباثولوجي. هي بتتكون من نيستس من مالجنانت ابيثيليال سيلز، يعني بتبقى واخده شبه العش بتاع العصافير كده تمام. يا اما تكون كراتينايزد يا اما تكون نون كراتينايزد. كل يعني احنا عارفين السكوما سيلز بتفرز كراتين، ده في الطبيعي تمام. فانا لو لقيت الورم بتاعي فيه كراتين كتير يبقى ده شبه الطبيعي، يعني ده ويل ديفرنشيتد، يعني ده البروجنوز بتاعه كويس. طب لو انا ما لقيتش كراتين يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده مش شبه الطبيعي، يبقى انا كده بورلي ديفرنشيتد، يبقى البروجنوز بتاعي هيبقى ايه، هيبقى وحش. وطبعا بياخد الاستروما معايا كمان. بالنسبه بقى لمين، للادينو كارسينوما ده بيجي في بيحصل نتيجه بروفريشن في الجلاندز تمام. الادينو سكوماس كارسينوما دوت بيبقى خليط بين الاثنين ميكسد. وعندنا بعد كده نيورو اندوكراين كارسينوما ده بيشبه سرطان الرئه اللي هو اسمه سينج ترينج كارسينوما. طيب بالنسبه بقى للنقط اللي هي الفاضله دي، عندنا ايه، عندنا السبريد هو بينتشر ازاي.
الدكتوره الاول قالت ان السبريد والستيج ان شاء الله مش هتجيب فيهم اسئله. هو بينتشر دايركت الاول، ممكن يروح فين؟ نفكر كده، هو ممكن الاول يطلع فوق، هيطلع فوق يروح فين؟ احنا في السيرفكس، هيروح في اليوترس، ممكن ينزل يروح البادي وفي اليوترس، ممكن ينزل تحت يروح للفاجينا ويروح للفالفا، ممكن يروح يرجع لورا يروح للريكتوم، وممكن يطلع لقدام يروح لليوريناري بلادر. تمام، ممكن يحصل له الليمفاتيك سبريد، وده بيحصل ايرلي، ده بيحصل اول. كارسينوما بتبدا ليمفاتيك وبعدها بيبقى بلاد، الساركوما العكس. الليمفاتيك بتروح للبلفيك ليمف نودز، البلاد بقى الاورجانز اللي احنا عارفين اللي هي اللنج والبون والليفر والحاجات دي. طيب بالنسبه للاستيج بقى، اول حاجه ستيج زيرو دوت اللي هو مش كانسر اصلا، دوت لسه يعتبر كارسينوما انسايت اللي هو سي اي ان يعني. ستيج 1 الكارسينوما موجوده في السيرفكس بس. طيب ستيج 2، ستيج 2 الكارسينوما موجوده في السيرفكس بس لسه ما راحتش للبلفيك وول، تمام كده، او نزلت شويه في الفاجينا بس خدت مين اخرها ان هي تاخد اول تولتين، لو وصلت للتولت التالت يبقى انا كده دخلت في ستيج 3، يبقى هي ما بتوصلش للتولت الاخير من الفاجينا. طيب بالنسبة للستيج 3، لا ستيج 3 بيبدأ العكس بقى، ان هو بيبدأ ياخد ايه، بيبدأ ياخد الفاجينا كلها، او يبدأ ان هو يوصل للبلفيك وول. تمام، طيب بالنسبة للستيج 4، ستيج 4 ده بقى خلاص عمل ميتاستيزس، بيبدأ ان هو بقى يروح لفين، للبلادر والريكتوم والكلام ده، ويحصل له بلاد سبريد وليمفاتيك سبريد. تمام كده ان شاء الله يعني المحاضرة بتاعتنا خلصت، شكرا جزيلا يا جماعة. لا فاضل سلايد معلش. طيب ازاي بقى، ازاي بشخص الكانسر اللي في السيرفكس ده؟ اول حاجه احنا ممكن نجيب عينه نعمل لها صبغه بحاجه اسمها الباب سمير. تمام، بيقول يعني ان الصبغه دي المفروض تتعمل لكل الستات اللي هم بدأ اللي هم اتجوزوا، حتى لو ما فيش حاجه ظهرت عليهم نطمن يعني، عشان ايه نقلل، عشان لو في حاجه نلحق بدري. كل من سنه لثلاث سنين. بعد كده عندنا حاجه اسمها الكولوسكوبي، ده برضو انا بعمل ايه، برضو باخد بايوبسي من قلب باخد بايوبسي من قلب السيرفكس، ببدا اصبغها بالاسيتيك اسيد. تمام، الاسيتيك اسيد دوت الخلايا لو فيها بروتين كتير هتاخد لون ابيض، لو ما فيهاش بروتين كتير مش هتاخد لون. الخلايا بتاعتي الطبيعيه ما بيبقاش فيها بروتين كتير فبتاخدش اللون الابيض. طب الخلايا لو هي فيها سرطان بيبقى فيها بروتين كتير لان فيها انقسامات كتير وترانسكريبشن وترانسليشن كتير فبتاخد اللون الابيض ده. طيب والبيوبسي طبعا. كده الحمد لله خلصنا المحاضرة بتاعتنا، شكرا جزيلا يا جماعة.